اليوم غنهضروا على نظريه اللعب، ودابا كتقول مع راسك شنو هي نظريه اللعب؟ واش بصح كاين شي حاجه سميتها نظريه اللعب ولا غير كيضحك علينا؟ هذا الشيء اللي غنجاوب عليه واش اللعب فيه الضحك. نظريه اللاعب هي واحد النظريه الهدف ديالها انها تعطينا نماذج رياضياتيه كتشرح التفاعلات ما بين مجموعه من الاشخاص في بعض المواقف اللي كل واحد فيهم عنده مصلحته الخاصه، وبهذا الهدف في الحقيقه ما شرحت والو. داكشي علاش اجيو ناخذ امثله. مثال الاول، علاش الناس اللي في دار بغلف خاصهم يكونوا صحاب؟ دار بغلف واحد السوق كبير في كازا كيتباعوا فيه التليفونات والحوايج واي حاجه قلبتي عليها. ملي كتمشي تشري في دار بغلف شي حاجه كتلاحظ ان اغلبيه الاحيان كاع دوك المانين اللي كتمشي عندهم كيقترحوا عليك نفس الثمن ديال ديك الحاجه اللي باغي تشري. المهم من بعد كتبدا تشطى معاهم تنقصوا لك شويه، ولكن بحال تيكونوا مفاهمين على الثمن ديال داكشي اللي باغيين يبيعوا. علاش؟ ناخذ مثال، نقولوا شي ايفون جديد يلا خوش، كل واحد من دوك الحوانت اللي في دابا غلف غادي يمشيو غادي ياخذوا شي ستوك ديال داك الايفون، نقولوا غادي ياخذوه ب 5000 درهم لواحد. اذا كل هم الحانوت عنده ايفون تيدير 5000 درهم، تيقول مع راسو الا عاودت فيه البيع ب 7000 درهم غنكون رابح مزيان. اذا كلهم غادي يقراو انهم يبيعوا داك التليفون ب 7000 درهم. انت غادي تمشي تشري تليفون، غتمشي عند الاول غتقول ليه 7000 درهم، غتمشي عند الثاني غيقول لك 7000 درهم، غتبقى دور 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 غتلقاهم كاملين تيبيعوا التليفون ب 7000 درهم. اذا ما غاديش يكون عندك الخيام غير تشري ب 7000 درهم. المشكل ديال هادشي هو ان هادوك مالين حوانت بما ان كلهم تبيعوا التليفونات ب 7000 درهم، الا مشى حتى شي واحد فيهم بالثمن غيولي بوحدو تيبيع التليفونات، حتى شي كليان غادي يجيو غيبقاو يشوفوا الحوانت. مثلا الا كان واحد داير التليفون ب 6900 درهم والاخرين كاملين دايرينو ب 7000 درهم، غادي تجي انت غادي تمشي غدور غتلقى الاول 7000 الثاني 7000 الثالث 7000، ملي غتوصل لهداك اللي تبيعو ب 6900 غتشري من عنده حتى هو اللي عنده ارخص تليفون. اذا تيقول هذاك مول الحانوت مع راسو، علاش انا ما ننقصش هذيك 100 درهم؟ غادي نخسر شويه في التليفون، ولكن غنولي انا اللي كنبيع كاع التليفونات وغنولي انا اللي كنربح الفلوس. اذا بداو تيبيعوا التليفونات كاملين ب 7000 درهم، جا واحد فيهم قص الثمن 6900 ولا غير هو اللي كيبيع التليفونات، وكاع مالين الحوانت الاخرين غادي يوليو دايرين الثمن 7000 درهم وما كيتباعوش لا. ملي غدوز واحد المده غادي يكونوا مجبرين انهم حتى هما يهبطوا الثمن 6900 درهم، غيهبط كلشي الثمن 6900 درهم وغادي يبقاو تيبيعوا التليفون ب 6900 درهم. ملي غيبقاو يبيعوا التليفون ب 6900 درهم غادي يجي واحد اخر يقول علاش انا ما نهبطش عاوتاني واحد 100 درهم 6800 درهم ولاني كنبيع التليفون بوحدي. اذا غادي يشد التليفون غيبداو ب 6800 درهم ويولي هو اللي تيبيع التليفون بوحدو، الاخرين عاوتاني غدوز شي سيمانه غيلقاو راسهم كاملين ما بقاوش كيتباعوا لهم التليفونات، غادي يكونوا مجبرين يزيدوا يهبطوا 6800 درهم وغادي يبقاو غاديين هكا كل ما غاتنقصوا 100 درهم تينقص 200 درهم تينقص 100 درهم تينقص 200 درهم، وفي اخر المطاف غيلقاو راسهم رجعوا للثمن ديال الباش شاو اللي هو 5000 درهم. اذا غيوليو كلهم تيبيعوا بلابح ب 5000 درهم، وهذيك الساعه مايمكنش شي واحد فيهم يهبط الثمن، حتى شي الا بغى شي واحد فيهم يهبط الثمن غادي يولي خاسر، ومايمكنش شي واحد فيهم يطلع الثمن، حتى شي الا طلع فيهم شي واحد الثمن ما غاديش يتباع ليه التليفون حتى كلشي غيكون تيبيع ب 5000 درهم. هذا المشكل اللي وقعنا فيه هو واحد من المشاكل اللي كتشرحها نظريه اللاعب. هذوك الناس اللي في دابا غلف كل واحد فيهم عنده مصلحته الخاصه اللي هي باغي يبيع التليفونات، اذا كل واحد عنده مصلحه انه يهبط الثمن ديال التليفون باش هو يبيع والاخرين ما يبيعوش. المشكل انه ملي كيهبط الثمن ديال التليفون هادشي كيرجع عليه بالضغط يزيد مكفس على راسو القضيه، حيتاش حتى الاخرين تيزيدو يهبطوا الثمن ديال التليفون، وفي عوض ما يسقوا كاملين كيبيعوا التليفونات ب 7000 درهم يسقوا كاملين تيبيعوا التليفونات ب 5000. داكشي علاش هادوك الناس اللي في دابا غلف عندهم مصلحه كبيره انهم يتفقوا بيناتهم ويكونوا صحاب ويديروا واحد القانون اللي هو غادي تلاقاو غادي يقولوا حنا ما غاديش نبيعوا هذا التليفون بقل من 7000 درهم، واللي باع تليفون بقل من 7000 درهم غادي نديروا ليه عقوبات ولا شي حاجه. اذا كانوا كاع صحاب تليفونات كل واحد كيفكر في مصلحته، هذيك الحاله اللي غادي يوصلوا لها ديال كلهم غادي يبقاو يبيعوا تليفونات ب 5000 درهم اللي هي ثمن باش شاوه، معناتها انهم غادي يولوا تيبيعوا التليفون بالثمن باش شاوه هما ابحين حتى حاجه، كتسمى التوازن ديال ناش. التوازن ديال ناش هو واحد المفهوم اخترعه عالم الرياضيات جون ناش اللي داروا عليه واحد الفيلم رائع سميتو العقل الجميل. المعنى ديال هذا التوازن شنو هو؟ هو مثلا الا عاودنا رجعنا لهذوك الناس ديال دابا غلف، ملي غادي يكونوا كاملين تيبيعوا التليفونات ب 5000 درهم، حتى واحد فيهم ما عنده مصلحه انه يبيع تليفونه بشي ثمن واحد اخر غير 5000 درهم. الا مشى حتى نقص الثمن غادي يولي تيبيع التليفون هو خاسر الفلوس، الا مشى حتى زاد في الثمن غادي يولي ما تتباعوش ليه التليفونات حتى كلشي الناس الاخرين تيبيعوا ب 5000 درهم وهو زايد الثمن. وفي هذه الحاله غادي يكون واحد النوع ديال التوازن، حيت حتى واحد ما غادي تكون عنده مصلحه انه يبدل الاستراتيجيه ديالو، وهذا التوازن هو كيتسمى التوازن ديال الناش. في هذه الحاله ديال الناس اللي كيبيعوا التليفونات في دابا غلف، المصلحه الشخصيه كتناقض مع المصلحه العامه وكتبقى دير ضرر بالمصلحه العامه، وفي الاخر كتلقى راسك درتي ضرر حتى بنفسك الا بقيتي متبع غير مصلحتك الشخصيه. واحد المثال واحد اخر ديال هذه القضيه هو واحد النموذج كيتسمى ماساه المشاعات. ملي كتكون عندنا شي موارد اللي يمكن اي واحد يستعملها ويمكن اي واحد يستغلها لمصلحته الخاصه، وكتكون هذه الموارد هذه محدوده، معني حتى انك الا استعملوها بزاف ديال الناس ما كتبقاش مزيانه وما كتبقاش المضوض ديالها مزيان، ولا الا استعملوها بزاف ديال الناس كتمشي في ماء وما كتقاد. ولكن واخا هكا كل واحد تيبغي يستافد من ديك المواعيد حتى تيقول لي الا استعملتها انا غادي تعاونني في مصلحتي الخاصه. ناخذ مثال، بعض المناطق في اعالي المحيطات ما ديال حتى واحد،
يمكن اي واحد يجي ويصيد فيها. المشكل هي ان في هذيك المناطق اي واحد يمكن له ياخذ باطو ويمشي ويصيد، واي واحد عنده مصلحه انه يصيد. شحال ما صيدتي، شحال ما غادي تبيع، شحال ما بعتي، شحال ما يكون عندك الفلوس، وانت هادشي اللي باغي. اذا اي واحد عنده مصلحه انه يبقى يمشي ويصيد يصيد 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 بزاف. المشكل هو داك الحوت الا بقينا كنصيدوه بزاف ما تيبقاش ليه الوقت فاش يتولد، والعام اللي من بعد تزيد ينقص حتى ما كيبقاش كاع. اذا كل واحد مصلحته انه يصيد الحوت، ولكن الا صيدنا الحوت بزاف ما تيبقاش. وهنا عاوتاني واحد الحاله اللي الا ما تفهموش فيها الناس وما هضروش وما داوش قوانين، غادي يصدقوا دايرين الضرر نفسهم، مع انهم هما في الاول الهدف ديالهم كان هو مصلحتهم. هاد النموذج كيشرح بزاف ديال الحالات، وتيشرح لينا علاش الطاكسيات عندهم الكريمات. الكريمه هي داك الرقم اللي تكون عند الطاكسي وتعطيه الحق انه يخدم كطاكسي، واللي الدوله كتعطيهم بعدد محدود. علاش الدوله كتعطي هاد الكريمات بعدد محدود؟ علاش ما تخليش اي واحد بغى يدير طاكسي يدير طاكسي؟ الا خدينا واحد المدينه فيها خدمه ديال الطاكسي وما كانتش فيها الكريمات وما كانت اي حاجه موجبه من الطاكسيات من غير انهم يكون عندهم طوموبيل باش يديو الناس، فهاد المدينه هادي غادي يكون مثلا 100 طاكسي و1000 واحد، كل طاكسي غادي يكون تدي 10 د الناس وغادي يكونوا فرحانين وخدمه مزيانه. ملي غادي يسمعوا الناس ان الخدمه ديال الطاكسي مزيانه وان ما خاصك حتى حاجه من غير ان تكون عندك طوموبيل باش دير طاكسي، غادي يبقاو تيحلوا في الطاكسيات بزاف. اذا غادي يولي عدد ديال الطاكسيات اكثر من عدد ديال الكليان، وغتولي الخدمه ديال الطاكسي الخدمه اللي ما عندها حتى شي مادود، وما غيبقى حتى واحد باغي يخدم طاكسي. داكشي علاش جات الدوله قالت ها القوانين باش يكون عندك طاكسي، ومن فوق هاد القوانين باش يكون عندك طاكسي خاص يكون عندك واحد الرقم اللي حنا الدوله اللي كتعطيه، وهذا الرقم تيمكن الدوله انها تحدد العدد ديال الطاكسيات في المدن باش ما يكونش واحد الفائض ديال الطاكسيات. النموذج اللي بغيت نهضر عليه دابا هو اشهر نموذج في نظريه اللاعب، وتيخليك تشوف بان في بعض الحالات ممكن تكون مصلحتك هي انك تعاون مع شي واحد، ومع ذلك غير الخوف ديالك من انه يغضب بك تخليك انك تبغي تغضب به. هذا النموذج سميتو معضله السجينين. المعضله هي شي مساله صعبه تكون عندك فيها بزاف الاختيارات، ولكن حتى اختيار ما تيكون احسن من الاختيارات كاملين. فهاد معضله السجينين عندنا جوج ديال الناس نسميوهم ال وكونان. ال وكونان شدوهم البوليس متهمينهم انهم قتلوا شي واحد، داو كل واحد فيهم في غرفه، دخلوا عند كونان هو الاول قالوا ليه جوج الحوايج، اما غتشهد ضد ال اما ما غتشهدش ضده. الا شهدتي ضده غيدخل هو 10 سنين للحبس، الا ما شهدتيش ضده وهو شهد ضدك انت اللي غادي تدوز تدخل 10 سنين للحبس. وقول لهم كونان الا شهدت انا ضده حتى هو شهد ضدي شنو غيوقع؟ قال له الا تشاهدتو بجوجكم غتدخلوا بجوجكم 8 سنين للحبس. قال لي اها، ولا ما بغيت حتى واحد فينا يهضر؟ قال له الا حتى واحد فيكم ما شهد غادي نلقاو لكم شي سبه وغادي ندخلكم 6 شهور للحبس بجوج. ويقول له كونان واخا، خرج البوليسي ومشى عند ال وقال له نفس الشيء اللي قال كونان. اذا عندنا جوج ديال الناس كل واحد فيهم عنده اختيار، يا يشهد يا ما يشهدش. احسن حاجه يمكن توقع لهم هي ان حتى واحد فيهم ما يشهد، بجوجهم غادي ياخذوا 6 شهور ديال الحبس وغادي يخرجوا. المشكل هي كل واحد فيهم تيقول مع راسو الا شهدت انا ضده وهو ما شهدش انا ما غناخذ حتى نهار الحبس، وهو غادي يدخل 10 سنين. والا هو شهد ضدي وانا ما شهدتش غنصدق انا داخل 10 سنين وهو ما غادي يوقع له والو. اذا في جميع الحالات حسن لي انني نشهد. الا شفنا جدول ديال الحاله هذه غنلقاو ان التوازن ديال الناش ديال هذا المشكل هو ان بجوجهم يشهدوا واخا غادي يدخلوا بجوجهم 8 سنين للحبس. المشكل انك ما كتعرفش الاخر، ما يمكنلكش تهضر معاه، اذا ما يمكنلكش دير فيه الثقه، وكتقول لي الا ما شهدتش ضده شكون اللي تيضمن لي انه هو ما غاديش يشهد ضدي؟ اذا من الاحسن انني انا نشهد ضده. هذا النموذج يمكن باش يشرح بزاف الحوايج. مثلا علاش الشركات تيديروا الاشهار؟ الا خدينا جوج ديال الشركات مثلا كل واحده فيهم كتبيع المناضه وتقريبا نفس النوع ديال المناضه، الا ما داوش الاشهار بجوجهم غادي يبيعوا النص ديال الناس، النص غادي يشري المناضه الاولى النص غادي يشري المناضه الثانيه. المشكل هي ان كل شركه اللي دارت الاشهار غادي تبيع اكثر، ولكن الاشهار خصها تخلص عليه. ولا صدقوا حدا ان بجوجهم الاشهار ما غاديش يبيعوا اكثر، حيت عاوتاني النص غادي يشوف اي شيء من عند الاولى والنص غادي يشري من عند الثانيه، ولكن غادي تكونوا خسروا الفلوس في الاشهار. اذا هاد الحاله هذه بحالها بحال الحاله ديال السجينين. مثال واحد اخر هو التسلح عند الدول. الا كانوا عندنا جوج ديال الدولات حتى وحده فيهم ما عندها مصلحه انها تضيع فلوسها في السلاح، ولكن كل وحده كتقول الا ما شريتش انا السلاح والاخرى شرات السلاح وجدات الحرب عليا غادي ناكل الدق مزيان. كما شفنا نظريه اللاعب كتعطي بزاف ديال النماذج، هاد النماذج كتمكننا اننا نشرحوا بعض الظواهر في الحياه ديالنا اليوميه، ولكن ما خصناش نساو ان هاد النماذج ماشي عامه ما كتشرحش كلشي. مثلا خدينا الطاكسيات، السبب ديال تواجد الكريمات ماشي هو غير باش الدوله تحدد العدد ديال الطاكسيات وتخليهم يربحوا فلوس بزاف، ولكن كتمكننا ايضا انها
تقنن هاد العمل هادو. ماشي اي واحد بغى يدير تاكسي يديرو، ماشي اي واحد بغى يستعمل تاكسي باش يمشي يخطف الناس ولا يمشي يدير شي حاجه ما مزيانهش يمكن له انه يديرها. ولا خدينا مثلا معضله السجينين، فبعض العلماء جابوا هاد المعضله هذه مع سجناء ديال بصح، ولقاو بان في غالب الاحيان السجناء ما تيشهدوش ضد بعضياتهم وكيتعاونوا مع بعضياتهم، يعني انهم ما كيهضروش، وهذا في خلاف تام مع النموذج ديال نظريه اللاعب اللي تيقول انك خاصك تكون مصلحتك الخاصه ومعناتها انك خاصك تشهد ضد الاخر. هادشي لحقاش الانسان كائن اجتماعي، لحقاش الانسان كائن معقد والطبيعه معقده جدا، اذا ما كاينش شي نموذج اللي يمكن يشرح كلشي اللي كاين في الطبيعه. ولكن مهم ان نكونوا عارفين بزاف ديال النماذج باش يكون عندنا بزاف ديال المناظر مختلفه على الظواهر الطبيعيه والاجتماعيه. كنتمنى ان هذه الحلقه تكون عجبتكم، الا نالت الاعجاب ديالكم ما تنساوش ديروا جيم على الفيديو، ما تنساوش انكم تبارطاجيوها، ولا كان عندكم شي سؤال خليوه ليا في الكومونتير. شكرا وتهلاو.